مساء الخير. خففوا البروجيكتور تقدر تشيل البرنايطة الشمسية، قلت بس اتس اوكي لأنه حاطتها قد ما الضوء بالاستوديو قوي تما اكل سفقة شمس. ان شاء الله يكون نهاركم كان حلو لأنه هلا أكيد رح يصير أحلى مع عيش ستايل ومواضيعه المتنوعة ومشاويرنا الحلوة. شو رأيكم نبلش بالكزدورة سوا؟ منيحة حبيبي، أخبارك؟ ماشي الحال؟ اتفضلي. قال عنا بعيش ستايل. ثانك يو. بتاخذي اليوم انت عنك؟ اليوم باخذ عنك انا. برافو، اشتقت لك. انا كمان كثير. قد ايه قلنا ما قعدنا؟ من وقت الحلقة. من وقت الحلقة. بس كانت حلوة على فكرة. كانت كثير حلوة. والناس كثير حبتك، يعني حبوك العالم. كثير كومنت حلوين. انه لذيذة، جريئة، بتفهم، غير ما شفناها بزيليديز، لأنه كنت أكثر عم تعبري عن حالك، مثل ما أنا هلا اليوم إنه دردش شوي، نطلع من كادر المذيعة. مظبوط. لا وأنا ما فيي أنحط بكادر مذيعة لأنه أنا ماني مذيعة، يعني على طول بقول لهم أنا ماني مذيعة. سو ما بحب حدا يعلمني. بس انت هلا التزمت بسكريبت. ايه هون ما في عندي، يعني ما وقت ما تلتزمي بسكريبت بتكوني على حقيقتك، بيطلع منك اشياء احلى بكثير. بتكوني على حقيقتك. صح. يعني انت مثلا اوكي انت عندك بروجرامي، انت اكيد اعداد ثلاث ارباع وبعرف انه اكيد الاسئله انت من عندك بتكتبيهم وهيك للضيف تبعك. بس بالشق الثاني في قصص كثير طبيعية ما بتبينيها بمع رابعة. مظبوط ولا لا؟ 100%. وهيدا كثير يعني احيانا بيزعجني انه اوكي بتحك بزقف برقص بس مش رابعة 100%. بس ما عندي لقلك شو ألفة الوقت المحدد اللي هو ساعة ونص مع خمسة ضيوف مع نسبة عالية من الاغاني والانترتينمنت. بتصيري انت السؤال ما فيك تستطردي، يعني خلص عندك هيدي الثواني اللي عم يحكوك وعم بيقولوا لك بدينتك، يلا بعد نص دقيقه الضيف يمكن يكون عم يحكي شيء كثير مهم، احيانا بتضطري تقطشيه لانه بدك تلتزمي بالوقت. هيدا المزعج. صح. يعني هيدا بخليك انت قدراتك بالحوار ما تبين. وبتبيني انك انت كمان عم تحدي من الضيف. هلا هيدي ترند ماشي بالبرامج، بجرب قد ما فيي هلا يعني مع الوقت ومع الخبره اختصر بالسؤال، خفف اسئله، طلع الكريم دو لا كريم، زبده ايه. من الضيف ونقدمه بطريقه ولو بعشر دقائق او خمسة دقائق بس نقدمه بطريقه حلوه. اليوم اليوم بدعي. يلا يلا. طب ليكي خبريني كيف الشغل مع سيدتي؟ تمام ماشي الحال. سيدتي صار لي معهم اكثر من 7 سنين. ايه هالقد؟ ايه بلشنا هيك بالصدفه يمكن شي 10 سنين صاروا. وانا بعمل الفاشن والبيوتي بس البيوتي اكثر. بونجور كيفك؟ انا باخذ نسكافيه ديكاف وسكيمز ميلك. انا لاتيه بليز. لاتيه عادي. بس فينا نزل هيك الكرواسان كبار عندكم ولا صغار بيجوا؟ ميديوم. ميديوم بياخذي كرواسان ولا ما على بالك؟ ما ننزل شيء ثاني؟ لا يعني اذا كرواسان او كيك ناشف شيء بس. لا رح خبرك شيء، اثنيناتنا ممنوع ناكل لانه رابعه قررت انه اليوم دايت فانا انجبرت. شو دايت وعم نقول له كرواسون وكيك؟ لا ما هن الكرواسون تبعهم دايت. تخسيس. اخف شيء اخف كيك هيك ناشف يكون، ما يكون في كريمز وهيك. اللي بدك. شو رايك مازن اليوم الطعمين على ذوقك؟ ايه اخف شيء ممكن بس ما يعني وحده بوحده ما تكثر كثير. اوكي مازن يلا. اوكي سيدتي صار لي حوالي 10 سنين فاشن وبيوتي. انا بنسق التصويرات، انا بقرر شو الفكره، شو التام، مين العارضه، طريقه الميك اب، شو الالوان، كيف الشعر، بجيب الثياب، بكون على التصوير. هيدا كثير حلو، يعني جانب من حياتي بستمتع فيه. لان انت بتحبي كثير. انتي اصلا اول حدا عمل بروجرام تجميل. صح. انا اول حدا بالتلفزيون اللبناني عمل بيوتي ان على التلفزيونات اللبنانيه وكان متخصص بالجمال. كان بي ان
NBN. وكان عمليات تجميل وميك اب وجمال طبيعي، يعني كان موسع بعالم التجميل. فسيدتي هو كف ملامه هيك اذا بدك، في ابداع بمطرح لانه انت عم بتنقي لون الجزدان من جزدان، يمكن طلع فكره عندك وقت رابعة تعمليهم. ايه هيدول انا وسرحانه كل يوم، هيدول بكونوا بكون قاعده بس عم طلع بشوف لافوند، اوكي بدي اعمل لافوند، لوح بنقي اغراض بنقي تياب كلها فيها ورد فيها لافوندر، الميك اب بيطلع معي كثير اشهى من الحياه. وهيك يعني قلت لي الوقت، الوقت انا ام لاربع اولاد بعرف. هلا امسك الهول انه انا اوكي بعرف عندها اولاد رابعه، بس انا وقت شفت صورتك مع ابنك الشاب فرجيكي لحظه. ايه بتتذكري وقتها قلت لك صدمه حياتي اكلتها صح، ما استوعبت انه انت امه. 20 سنه و18 سنه هيدي كنا بعرس عن جد ما شاء الله. ايه فهن عن جد اصحابي يعني مش اولادي، ما قادره يعني ما قادره كثير مارس عليهم سلطه الام، بس بالنهايه امهم يعني. هيدول يعني الثروه اللي بقول انا طلعت فيها من هالسنه، مع انه الحياه قاسيه لما انت تجربي زواج وطلاق وترجع تفوتي بتجربه زواج ثاني وعندي دادي وكنز، منا سهله، بس هيدا اللي بيصنع منك انسان، هيدا اللي بيصنع منك، يعني هيدا اللي صنع مني المراه اللي انا عليها اليوم، سواء بشغلي او ببيتي، بخليكي حكيمه اكثر، عندك حكمه. اما كل ما صار عندك خبره زياده بالحياه صبوره اكثر، بتعرفي اكثر، بتقدري الحياه اكثر، بتقدري السعاده اكثر. انا بقول الواحد بيتعلم كل يوم من يمكن من بيع الخضره اكيد، من اللحام بتحتشي منه لحمه. لا وخاصه انا بضلني عند اللحام لانه بضلني بالمطبخ. اه لحظه انت بتطبخي؟ طب انت وين بتجيبي الوقت؟ رح اقول لك شيء، انا اذا بوصل ميرسي ثانك يو، بتعرفي انا اذا بوصل 11 بالليل على البيت بتلاقيني قايمه عم بطبخ. بحب اكل البيت، بحب اعمل الاكل استلذتي، يعني ما حدا بيصدق. بس انت ما عم تاكلي؟ انا عم باكل، بس باكل وحياتك باكل، بس بتعرفي بعمل انا اكلاتي تاكلهم. يعني اول امبارح صاروا يضحكوا علي الساعه 12 بالليل انا عم بعمل كبه بلبن. اه حلو، بس مين بكبكبها؟ انا. انت بتكبكبي؟ ولا برافو الفات بكامل اللوك. اه بكامل الاناقه. شكلي كثير شكلي اذا بتتطلعي كيف بتضحكي، انه في كونتراديكشن مخيفه. ايه انه كيف معقول هيدي اللي لابسه وعامله هيك مثلا قاعدة عم تعمل كبة؟ طب حلو كثير. مش إذا أنا هالقد بحب الموضة يعني ما في أهتم بالبيت تبعي. طب رابعة نيو يو إيه أخذ كثير ضجة. إيه أنا بعد ما جبتك صراحة. هلا بدي آخذك. لا اليوم أصلا بدي أروح لعندك، عندي كيس بدي ظبط لها وجهها، مدام بدي ظبط لها وجهها. شو وضعها هي يعني؟ هلا بتشوفيها يعني. هلا لما ما فيها كثير قصص تظبيطات، بس عبالها اشتغلتي لها شيء قبل ولا بعدها بلشت؟ اوكي غير لها شوي. اوكي شوية رتوشات. اوكي سو هلا اكيد رح نروح لهونيك يعني. هو نيو يو انا بعد ما رحت طلعت الفكره من وقت اللي كنت اعمل بروجرام على الام بي ان، والتقيت بدكتور ندى سويدان اللي هي يعني الدكتور هونيكي وكثير شاطره، فالتقينا وضلت حتى براسها انه بدي يوما ما اشتغل مع رابعه، وبعد سنين وسنين فصلت فيه انا لاني كثير بوثق فيها كدكتور يعني وكحدا عنده مصداقيه، قلت لها انا اوكي يعني لو يمكن حدا ثاني كنت كثير فكرت. وبلشنا بنيو يو. نيو يو هو مركز طبي تجميلي، ما خصه بميك اب ولا تاتو ولا شيء، وكله بروسيجرز عبر اطباء، اطباء جلد ولا جراحي، هو شيء لا جراحي. انا كرابعه كوجه شوي معروف شوي اوكي البي ار وخبرتي بالجمال من بيوتي ان، وجودي هونيك هيك يعني بيجمع هدول الاثنين. كثير حلو شو لابسه. ثانك يو، انه هيدا رمضان بس رمضان هيك يكون شوي ترندي.
عباية من تصميم قرار عز الدين. قرار صديقتنا. كانت ضيفتي. كانت ضيفتي لذيذة كثير. أنا ما كثير بحب البس عباية. بتقولي رابعة البسيها، طب ما برمضان حلو إنه. لا حلوة. حلوة لأنه كثير ستايلش. والألوان وهيك وجامعة ما بين الفيسز. بحب أنا يعني حلو الواحد يغير ودائما يكون متجدد وهيك. فهيدي هي. ساعة بدنا نروح لعندك. بس بدك انت ما حتعملي شيء بس الكيس؟ انا ما رح اعمل شيء بس الكيس. بدك اعمل شيء؟ والله عليك لا، انا وعدتك اصلا اعمل لك شيء كثير من ديزايني من تصميمي، وبعدني على وعدك. بليز بس اعطيني هالجمعتين بريك. لا ترتاحي خلص يلا. اصلا ستايلي كثير قريب لستايلي. بيزبط. إحدى ميزات موضة ربيع صيف 2014 هي عودة المصممين العالميين لزمن الأربعينات والخمسينات وإعادة إحياء طيحات قديمة مثل الكروشيه. فالكروشيه هو تطريز يدوي وفن بحد ذاته، بيعتمد على الرسومات المتنوعة والألوان الجذابة. ظهرت أعمال الكروشيه المختلفة والمتعددة كموضة جديدة بالملابس والأحذية والشغط، وكان لها تواجد ملفت بعروض أزياء ربيع وصيف 2014 بعد اختفائها لمدة طويلة، واشت الموديلات باللون الأسود الكلاسيكي، الأبيض وألوان الباستيل. وبيعتبر المصمم الإيطالي ميسوني هو الرائد بهيدي الموضة وملكة، فقدم مجموعة فساتين من الكروشيه القطن بألوان زاهية ومشرقة استوحيت من الطبيعة لتتألق فيها كل سيدة. تاريخيا الكروشيه هي عملية بتم فيها تكوين نسيج من الغزل أو الخيط من خلال استخدام إبرة تسمى إبرة الكروشيه. كلمة كروشيه مشتقة من الكلمة الفرنسية كروش أو كروك، استخدمت بالفترة التاريخية الانتقالية من 1340 إلى 1611، وهي الفترة اللي صارت فيها اللغة الفرنسية اللغة الرسمية للمملكة الفرنسية بدلا من اللغة اللاتينية واللي بتعني الصنارة. ايدكن اوعى تمدوا ايدكن على الريموت لاني راجعة بعد شوي صغيرة. كثير ناس بيقولوا لك الجمال الداخلي اهم بكثير من الجمال الخارجي، بس انا وجميع السيدات ما منوافق هذا الراي، لانه الجمال الخارجي لنا كثير مهم. خلينا نشوف بفقره الجمال شو مخبيين. هلو، كيفك دكتور أماني؟ ماشي الحال. ألفات أشهر من أن تعرف. دكتور تبعيتكم صغيرة وحلوة أمورة. كيفك؟ ثانك يو. كيفك دكتور ماشي الحال؟ أنا جيت سلمك ألفات بكل جمالة وأناقتها. سلمك الأمانة. والأمانة بس في عندها حدا رح أجيب هيك سيدة نشتغل عليها، إنه شغل طفيف هيك بسيط يحسن يضبط. وهلا برجع بدي على التليفون بعدين. أنا رح أدعي على التليفون بدي روح أجيب الأولاد. ميرسي كثير ألفات، انبسطت فيك. وأنا كمان خلص تركناك بإيدين أمينة. أكيد. يلا باي باي. هلا وهات لي مهانة دكتور. مهانة هلا أنت بتشوفي وجهك، أكيد أنت بتاخذي القرار بالآخر، بس بلش يرحل يعني، بلشت بتحسي قشط من هون هيك شوي. ما بعرف إذا بدك تعملي لها شيء فلوس يعني، أنت هلا شوفي وأنت حكمي. هلا ونسي هير فيس ويل جادج اكوردنجلي. هلا حسب وجهها 100% ويل ديسايد شو بدنا نعمل. سهلة. كيفك؟ اهلا مدام، تفضلي. بدك تشوفي هلا دغري وجهها اماني وتقرري شو بدك. انا صار معك اماني برا كثير صغيرة لأنها. ليتس سي. اوكي. اتس فيري كلير انه وجهها نيدز بوتوكس اند فيلرز. اليوم بنعمل لها السوبرانو لحتى نعطيها هيدا الليفتنج افكت، وهيك بتنبسط فيه. ويل بريب هير اب عبال ما نعمل لك ذا فول ميك اوفر.
جيتي؟ تمام. إذا بتلاحظي الكونتور هون بتقعدش تحسي شعر. يا هلا بس طبيعي لازم تكمل تضل الإكسيمات. Every two weeks for a minimum of six sessions. We're done. Thank you, Dr. Amani. You're welcome. أهلا وسهلا. أهضم شيء بشاف سليمان خوان إنه بيلبق اللوك تبعه على اللوك تبعي. هي أهضم شيء شفته مشمسة عندك كمان. مساعدة. إيه؟ موجود. كل شيء بيع. أنا جينز مع الصيفية بيطلع جاي على القلب. عم نتشمس على بروجكتورات استوديو نحن. مظبوط. شو اليوم؟ اليوم عنا كومبينيشن خلطة سحرية فينا نعتبرها مقبلات فينا نعتبرها سلطة. أوكي. عادة كل شيء. سحريه لانه التركيبه يعني تبعها مميزه كدبرة وهي بتطلع لا مش ابره كدبره هلا لما تشوفي اللوك تبعها لما يخلص قديش لوك سمر صيفي وحلو واكيد نكهتها بدها تكون كثير طيبه حتى الاكلات بعيش ستايل اللوك تبعهم بيرفكت بيكون اوكي منبلش بالخيار نحن بحاجه لخيار شرحات طويله بحاجه لهليون والهليون تبعنا بده يكون فريش الهليون بده يكون هليون ابيض واخضر وطازج أوكي. العلب ما بتنفع معنا بالوصفه وبدنا نحطهم مثل ما هن او بدنا نسلقهم اكيد بدنا نسقطهم بمي مغليه مع عصره حامض وشويه ملح أوكي. بالنسبه للتوقيت بيعود القرار لنا فينا نبلش 4 دقائق 6 دقائق 8 دقائق لل 10 دقائق قديش بنحبها الدنتي قديش بنخليها يعني اقل قديش بنخليها فتره اقل وانا برايي العمل الترايل الحامض بيحافظ على اللون الطبيعي تبع الأسباراجوس تبع الهليون الأبيض والهليون الأخضر أوكي مبدئياً ركبنا السيت تبعنا وبعد إذا انتبهتي لي تحت الهواء كنت عم أشر حبة الأفوكا وسحقتها طحنتها مزبوط سحقة. لأنه دايماً هذه الكلمة العربية نحن لو سمحت معنا عنف هون بالبروغرام نعم بس نحن محتاجين لأنه نسحقها بس على الأفوكا هيدا أوكي بنعبي الأفوكا فوق الهليون الأفوكا في شيء بقلبه ولا لا؟ لا ما في شيء إلا عصرة حامض صغيرة ورشة ملح وبهار أبيض أوكي مهضوم الشيف ما في شيء بقلبه إلا عصرة حامض ورشة ملح وبهار أبيض ونقطة دبس الرمان ما عندي شك بتحبي دبس الرمان؟ يلا بنعمل لنا شيء وصفة بدبس الرمان أنا كمان بشهر رمضان يا ريت هلا بشهر رمضان بيعملوا شراب دبس الرمان هلا أنا جايب معي خل الكرز قريب شوي من دبس الرمان بس من أوكي. الكرز يعني دبس الكرز إذا بديك لا أنا بدي دبس الرمان دبس الرمان تكرم عينك وصفة الجاية لا اللي بعدها بنعمل لك دبس الرمان أوكي هيدا شو الكراب مقطع مسحوق كمان مطحون ومفروم ناعم مسحوق ركبنا الطبق تبعنا بالهليون مع الأفوكا حطينا الكراب ورح نستعمل كم ورقة من الروكات الإيطالية حطهم بالنص هلا بتشوفي لما نلفها قدي بتعطي معنا شكل وإذا معنا روكات حلو. فينا نستعمل شيء تاني فينا, نستعمل فينا نغير الخيال بالأكل من شو فيه ببيتنا مزبوط أنا بوافقك الرأي بس بشهر رمضان بيمتاز وجود الركعة أنواعها البقلة وكافة الخضار عنا بالمنزل فينا نرجع لنقطة دبس الكرز أوكي عملنا هيدا اللاين هاي تتلزق أكتر لا هيدي مشحة سودا بس للديكور ديكور فينا نجيب السيرك اللي ركبناه ونحطه بالوسط فينا نجيب حبة بندورة ونستعين بشرحة من الهليون تحب الهليون الأبيض ولا الأخضر أكثر؟ لا أنا بحب الأخضر تحب الهليون الأخضر؟ أوكي هيدي شرحة وهي شرحة تانية أوكي نحط حبة بندورة مقطعة خليني نشيل هيدي أهم شيء عدته للشاف اللي مشكوكي على طول هون وهيك وبيسحبها استعملها هيدي شرحة الهليون أوكي. شفت انه لفت لك نظري لفت لي نظري شيء مزبوط ايش رح تخبر عنه اوكي هيدول حبوب فطر بعدهم جام يعني مزروعين اكيد اكيد
بتذكركم بشي؟ انا ذكرتني دغري ب انا اكره السنافر، صح؟ هيدي مثل بيت السنافر، مضبوط، على شكل صغير، ولاد صغار بحبوها. انا المفضل عندي سنفور غضبان. على طول كرهان كل شيء. يعني مثلا انا اذا بدي اعبر، انا اكره المخرج لما يضل بدينتي مثل ضميري. اوكي، طبقنا لليوم انتهى، هيدي بلاها. طبقنا لليوم انتهى. شيف، هذا صبع دايتك المفروض توقف حده معي. ناخذ صورة أنا وياكي. بليز خذوا لنا سيلفي نحن والصحن. ثانك يو. ألف صحتين. بعد ما عنا وقت نرجع نعيد الوصفة ولا انتهينا؟ حطينا المخرج أفوكادو. عنا وقت نعيد الوصفة؟ عنا وقت. والله كثير حابك المخرج يا عمي. حطينا أفوكادو مطحون. اوكي. بعد ما قطعنا شرحات الهليون الاخضر والابيض مديناهم على شرحه من الخيار، حطينا الافوكا، حطينا الكراب صحتين. لا عم فرجيهم شرحه الخيار كيف أوكي. لازم تكون. حطينا الهليون، حطينا الافوكا، رشينا الكراب فوق منه، حطينا ورقه الروكيت، لفيناها كلها سوا وسكبناها، والف صحتين. واذا بقي عندكم حطوهم على وجهكم منيح للوجه. شيف، مرت الثانية شو محضر لنا؟ فينا نعرف من هلا ولا لا؟ فيكي تعرفي من هلا، أقول لك بنخليها سربريز ولا بنقليك؟ خبرني لإلي، أنتم ما تسمعوا. بلا ما يسمعوا. إيه بس أنا بسمع. مبدئياً عاملين شيء مع القنديف الأحمر. أوكي. عاملين ساور كريم مع شيء كريسبي وبروكولي، الديسبلاي حلوة كثير، الألوان حلوة والنكهة حلوة، كثير عم نشدد على المقبلات لنفس السبب اللي دائماً بنقوله، إنه المقبلات هي أول شغلة بياكلها الصائم بعد المشروب، بعد ما يشرب مي أو جلاب، ببلش بالمقبلات، كرمال هيك عم نروح على مقبلات ألوانها حلوة بتفتح الشهية، وعم نعطي كل هالمعلومات لست البيت لتقدر تعمل سفرة حلوة وهنية. أنا فنصت عليك، هني عم يسمعونا، بس خليتك تعطي شو في بالحلقة الثانية تيكونوا ناطريننا بس. أوكي. ألف صحة. بونجور. بونجور. جانو. حبيبي. I missed you. ميخا. اشتقت لك. ماشي حالك؟ هاي رفاق. بونجور مسلام. بونجور. ما اشتقتوا لي؟ هلا كثير. قد ايه هيك المحل هيك فاضي بلاك؟ كنا ناطريني ورح نعمل لك شيء كثير حلو اليوم. نيكولا جانو ونيكولا. رح نعمل اليولوك اليوم. جانو ونيكولا للي ما بيعرف انه انا كنت اشتغل معهم ميك اب. من هيك بحبوا نعد الدنيا. ومن هيك بحب نضل على طول واقفين حدي وعلى طول نعمل نيولوك. يلا. يلا. جانو. يلا. شو رح نعمل اليوم؟ رح نعمل مرياج، هلا رح نوصل العرس. اوكي. نهتم كثير بالمرياج واكيد رح نشوف الناس كيف شعر القصير، كيف بنرجع نعمل هاللوك الشينيو او شينيو واطي، هلا بنشوف سوا شو بيطلع معنا. اوكي. عملوا شعرات القصار، اكيد لكل العرس بنستعمل اكستنشن، الاكستنشن كثير مهمة، منه بتضاين اكثر للعرس، منه بتضاين للسواري، اذا اعطينا عندك زفة بالليل او عندك اوت دور عرسي. وكثير مهم الاكستنشن ما بتاخذ رطوبه. صح. ونحن بنجرب نستفيد منه هلا لانه شعري قصير، بنعمل هاللوك واكيد بنشوف شو بيطلع معنا سوا. اوكي.
نيكولا. نيكولا شو عملت فيي؟ هل لازم ابكي؟ لا لازم هل لازم اتاثر وابكي؟ لا نحن عملنا الانبوستي. طيب وين الزفه؟ يلا تنروح نفتش على العريس تبعنا. ان شاء الله تكونوا حبيتوني كعروس. عبد محفوظ فاشن ديزاينر بغنى انه انا اعرف عنه لانه شغله على طول بعرف عنه. كلك ذوق. عبد شرفتني بالاستوديو. هذا شرف لإلي كمان. ثانك يو. عبد شو؟ كولكشن شو وضعه؟ بدي اقول لك برنامجك بعقد. ثانك يو. حلو كثير وان شاء الله يا رب من احسن لاحسن. ثانك يو. وينعاد عليك كمان رمضان كريم بنقول لك وعلى كل اللي عم بيشوفونا بالعالم كله. اكيد كوليكسيونات قد ما بدك يعني بسم الله بعدنا ما من هيك ما حددت السؤال شو الوضع؟ اكيد نحن مثل العاده عندنا خمسه كوليكسيون بالسنه من اثنين ريدي تو وير واثنين كوتير وواحد برايدل. اليوم حنشوف البرايدل بعده الحالمه؟ اكيد بعدها حالمه 14 صارت 14 نحن بلشنا بالحالمه 2001 وبلشنا فيها كل سنة بنعمل الحالمة. واو. حتى لما نقلنا على أوروبا وبلشنا نعرض بالعالم كنا ناخذها معنا. ايه بتذكر بس ما كنت متوقعه صاروا 14. ايه صاروا بلشنا فيها من 2000 اول ما هلا انا ما كثير بتذكر كنت كثير صغيره يعني بس اول ما عرضنا بفينيسيا سنه 2000 بلشنا بالحالمه رقم واحد وبلشنا لحديت هون وبعد الحالمه عم تاخذ نفس الشكل بس انه ما بقى كثير ديفيلي صار هلا شوتينج مثلا صورناها بمحل كثير حلو بلبنان اكيد بيخت كلابي اللي هو على زيتوني باي شغله كثير مهمه كانت واكيد الكوليكسيون اللي هلا اللي عم نحضر الفول وينتر 2014 2015 ان شاء الله بيكون يلاقي اعجاب من ان شاء الله من العالم ومن زبايننا المتعودين علينا اذا كان بوطن العربي ولا اذا كان بكل العالم صاروا منتشرين يعني اكيد خلينا نحكي شوي عن الحالي ما بعدين بننقل على الكوليكشن الثانيه اليوم شو كانت ضامه؟ كم فستان؟ هي دائما بنعملها نحن بين ال 20 ل 25 فستان اوكي ل 2014 كان في عندي 20 فستان ابيض وعملت اربعه او خمسه بسمون اللي هو الفنتج يعني هي الاشياء المعتقه القديمه الشغلات هيك لانه بالوطن العربي وبعض الزباين بحبوا هذه الاشياء اما بقيه الفساتين البيض ما معموله للكل العالم تقريبا او مش الابيض الابيض الاوف وايت بس هوليك في ناس بالوطن العربي بالخليج زباين بحبوا الذهبي البرونز الشغلات البيج الكافي اولي يعني على طول انا بلعب بالالوان بالنسبه لفستان العرس هذه كل سنه بنعملها نحن هيدا بسموه الحالمه اللي ما منه ريدي تو وير فساتين عرس ومنه كوتير هذا بسموه بريتا كوتير بين اثنين يعني في كثير ناس بيجوا لعندي ما بدهم ريدي تو وير ما بده يكون في منه كثير للفستان بده يكون بس هالقطعه او ما بدهم مثلا بصير في توصاي بس اغلبيتهم بيقولوا انه احنا بدنا نشوف شيء يا بناخذ يا بنشوف شغله بيعجبنا بنعمل شيء بنزيد بنقص بتعرفي 35 سنه قلنا بال 33 حتى نكون عم يظافر حاله هاي خلي لي اياها لالي الصغير عبد وقت تشتغل هالقد كميه فساتين عرس بتاخد على شو تحديدا؟ بتاخد شو انت عبالك تصمم او بتاخد شو عم ينباع معك؟ يعني ليه بتصمم لانه منا هينه 25 فستان كل سنه هولي جاهزين بس نحن ما هيدا قصدي نحن بعد الاوردرات نحن بنوصل بايام اللي كانت منيحه لما كان لبنان يجوا العرب بعده لبنان بجنن وبعد ايامه منيحه طيب وبعدكم معزومين لعنا اكيد اكيد بالمية مية نحن بس انه اكيد لازم نحكي الحقائق بعد محلات انا وصلت ايام كنت اعمل بال 200 250 فستان عرس بالسنه للزبائن بس بيكونوا اوردرز صح عم بحكي الحاله ما كحاله ما انت بتشتغل كل عمري بعمل بعمل 18 20 22 انت شو بيجيك ديزاينات براسك او بتاخد على السوق شو عم ينطلب اكيد اكيد ما في شك الاقبال اليوم نحن كنا بمطرح بوطن عربي بعدين صرنا منتشرين باوروبا وبامريكا وبالعالم كله صار عندي زباين من كل الارضيه كلها يعني وين ما بدك بالعالم في زباين تطلب مني فستان عرس بس كله اكيد بطريقه اللي عن طريق الانترنت والويب سايت وشغلات وهيك وغير الكوليكسيونات اللي هو فساتين السهره الكوتير
بالكوتير احنا بننزل فستان عرس واحد عالميا كمان. اكيد لما نعمل كوليكسيون بده يكون في فستان عرس واحد الكوليكسيون. اوكي طيب كنت عم بتقول لي عم تحضر للفول وينتر 2014 2015، عامل كامل معين او ماشي حسب الترند؟ هلا ماشي حسب اذا بدك المضبوط. ليش؟ خبرتي اليوم انا بتقول يعني خليني اعمل مثل شكل مجموعات. هلا 40 فستان بدل ما اخذهم باربع خمس مجموعات طلعهم حاخذهم باكثر، يعني حاخذ كل اربع فساتين اعملهم لحالهم لحتى اوصل اكثر للعالم كله، لانه حسيت باسواق سابقه وبكوليكسيونات في ناس مثلا ما حبت يكون هالفستان في منه شبيه لانه هو متسلسل بالسير يعني. لعبت عليها شوي يعني وعامل كوليكسيون حلو هلا بتشوفوه بيطلع. اللي راح نشوفه بالصور هو اي وحده؟ اي الصور للكوليكسيون الاعراس. اوكي اما الكوليكسيون اللي الديفيليه بتشوفي اللي هو الكوتير اللي هو الفول وينتر. الفول وينتر بالبي اللي هو الايفنينج دريس. اوكي بريتا بورتي فول وينتر ما عامل؟ بريتا بورتي بعد لايلول. شو نازل الوان؟ اذا بدنا نخبرهم عن الترند الجديد فينا نقول عن الصيف وينتر. يعني لانه احنا بعدنا بالصيف يعني اللي ريدي تو وير. بس بيكونوا الديزاينرز عم بيحضروا للشتي عاده. صار عندك فكره شو الموضه هيك بالنسبه للريدي تو وير؟ بعد بس لما اخلص من الكوتير لنعرض نخلصه بكون ريح راسي منه او نرتاح كلنا نطلع بالريدي تو وير. وبتشتغل البريتا بورتي والريدي تو وير اثنيناتهم نفس الكونسبت نفس الالوان ولا لا بتبعدهم عن بعض عاده؟ قصدك بتقولي الكوتير ولا الريدي تو وير؟ والريدي تو وير لا بنبعدهم اكيد بنبعدهم اكيد. هو الريدي تو وير عباره عن اكيد نفس المستوى نفس الكاليتي بتكون، بس بتكون في منها عده قطع، يعني مثلا في منها قياسات بتبلش 38 بتبلش 42 ببلش 46، يعني في ناس كثير بتحب كمان بزبايننا معودين انه يروح يلاقوا فستان عبد المحفوظ جاهز موجود بكل المولات بالعالم مثل هارفي نيكلز مثل ساكس مثل اي حدا، يعني مثل بامريكا دائما ماركتس موجودين، يعني لانه دائما الست بعد مرات ما بكون عندها وقت، وبعد مرات بيجوا لعنا على لبنان خاصه زبايننا بالوطن العربي بتيجي بقى تشتري لبنتها فستان تحمله بدل ظهرها فيه، يعني القياس بكون مضبوط وهيك. الكوتير غير، الكوتير بينعمل قطعه قطعه اللي هو بكون للمانيكان اكيد بتكون قياسه 34 او 36، هيدا بنعمل اوردر بعدين اكيد يعني بصير اوردر لانه بيكون قطعه وحده بس فقط. هذا الفرق بين الكوتير وفرق بين الريدي تو وير. اوكي بس دائما في بالريدي تو وير في فول وينتر وفي سبرينج سمر وكذلك بالكوتير، والتواريخ بيختلفوا عن بعضهم يعني. ايه 100% مثل كل العالم يعني بينزلوا بنفس الوقت الفول وينتر والسبرينج سمر. عبد محفوظ ثانك يو انك كنت ضيفه وجود لك بالكولكشن الجديده، وانا بدي اقول لكل بنت عم تحلم بعرسها قرب لكم كل الاشياء سميها الحالمه، يعني ما في لزوم تفكري دغري روحي واحلمي هونيك. مضبوط يعني ان شاء الله بكون قد المسؤوليه، والحمد لله يعني عندنا الاسم منتشر بالعالم، ما في عروس الا منا مبسوطه اذا كان بلبنان ولا بكل الوطن ولا كل العالم. ثانك يو لك وهذا شرف لي انه اطلع معك. بيشرفني وينعاد عليك. ثانك يو ثانك يو كل الزين. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا اليوم بالحلقه معي بعيش ستايل، بكره حلقه جديده ومواضيع متنوعه وضيوف جديد، كونوا على الموعد، تصبحوا على الف خير.